مرحبا حضراتكم من جديد في رأي عام. يكاد يجمع غالبية الناس أنه مصر خسرت معركة اليونسكو لكنها كسبت احترام العالم. جهد كبير للدبلوماسية المصرية واجهت ترصد ورشاوة وفساد، وحاربت حتى اللحظة الأخيرة لمنع وصول مرشح دولة راعية للإرهاب إلى منصب مدير منظمة بحجم منظمة اليونسكو. في النهاية المقعد ذهب لمرشحة فرنسا دولة المقر، لكن ما هي تبعات هذه الخسارة؟ هل تنسحب مصر من يونسكو كما دعت إلى ذلك لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب؟ هذا هو السؤال المحوري الذي سأطرحه على ضيفي في الاستوديو، الكاتب الكبير والأديب الكبير الأستاذ يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب. برحب بحضرتك أستاذ. أهلا وسهلا، أهلا بيك. المفروض أن احنا ننسحب؟ يعني مفروض ندرس فكرة الانسحاب، ليه؟ إنما لازم قرار بالأهمية دي يبقى فيه بقدر ما إجماع شعبي عليه، وما يبقاش يعني السلطة تاخده أو من يحكمون، يعني يبقى فيه قدر ما من الإجماع الشعبي عليه. أنا عضو في اللجنة اللي عملت البيان، هو عمله أساسا أسامة هيكل رئيس اللجنة، ورجع لنا وتشاور معانا واتكلم معانا وتوصلنا لهذه الصيغة. اليونسكو مسألة معقدة بالنسبة للمصريين دلوقتي، إن احنا دولة مؤسسة، يعني من الدول القلائل اللي شاركت في تأسيس المنظمة، ومع ذلك دي ثالث محاولة لأنه الأمين العام يبقى مصري، دي المحاولة الثالثة. المحاولة الأولى إسماعيل سراج الدين، المحاولة الثانية فاروق حسني، وبعدين فاروق حسني، وبعدين مشيرة خطاب. مشيرة خطاب. إسماعيل سراج الدين كان فيه خطأ مصري، إن مصر رفضت إنها ترشحه، وأنا فاكر رشحته دولة أفريقية، لا الأول كانت مرشحة هولندا، ثم تعرضت لضغوط من دولة عربية شقيقة، ممكن أقول اسمها المملكة العربية السعودية، لأن كان عندها مرشح القصيبي اللي هو الدكتور غازي القصيبي. وأنا شخصيا في لقاء مع الرئيس الأسبق حسني مبارك في مبنى التلفزيون أثرت هذا الموضوع، ورد عليا بحدة وقال لي أنا مش مستعد يرجع لي 4 مليون مصري بعائلاتهم بكرة الصبح من السعودية. وإن كان أرسل لي بعد ما خرج برة وقال إنه يعني إسماعيل سراج الدين بعد يعني هيخسر اليونسكو، أو إذا خسر اليونسكو يعني في ترتيبات ليه وكده يعني كويسة. المهم ترضية يعني. ترضية. فاروق حسني أيضا رغم إنه بفارق صوتين فقط. ثم جاءت محاولة ترشيح مشيرة خطاب. والمؤسف في الثلاث محاولات انهم لا اسماعيل سراج الدين بيمثل نفسه، ولا فاروق حسني بيمثل نفسه، ولا مشيرة خطاب بتمثل نفسها. دول بيمثلوا مصر، بمعنى بيمثلوا دولة من اكبر الدول المنتجة للثقافة عبر تاريخها كله، ومن اكبر الدول صاحبة التاريخ الحضاري اللي هو المنظمة معمولة أساسا لرعايته والاعتناء به والاهتمام به. يعني حتى لو قلت لي أمريكا، لو قلت لي أوروبا، أي شيء في العالم، هذه دولة مؤسسة للوعي الإنساني وللتاريخ الإنساني، وأيا كانت الأزمات اللي بتعاني منها دلوقتي فهي دولة صاحبة تاريخ وحضارة حقيقية شهد بها الآخرون أكثر قبل إحنا ما نتباهى بها ونشهد بها. طب داخل اللجنة يا أستاذ يوسف، يعني إيه اللي المناقشات اللي دارت، ولوحتم في نهاية هذه المناقشات بإمكانية الانسحاب من يونسكو؟ لا احنا ما عملناش في اجتماع، احنا ما كناش في اجتماع، انما الاخ أسامة اقترح نص وارسله الى الاعضاء، الى الاعضاء 13، ثم تداولنا تليفونيا، وبقى في قدر من الاجماع او الاتفاق على فكرة التلويح بمسألة الانسحاب. هي مجرد تلويح وليس انسحاب. يعني انت عارف اصل احنا مش سلطة تنفيذية، وليس من حقنا ان نملي على السلطة التنفيذية اللي احنا عايزينه. بس انتوا بتمثلوا ضمير الناس. احنا بنمثل ضمير الناس، وممكن نحاسبهم على قرارهم بعد ما ياخدوه. هي فكرة ان نفكر في هذا الامر. انا عن نفسي شخصيا قلت الكلام ده لأسامة. انا يعني كيوسف القعيد مش كلجنة، بمكوناتي وجداني وبأشياء كثيرة جدا جوايا،
انا ما احبش اخد موقف يضعني في صف واحد مع العدو الاسرائيلي، يعني هم انسحبوا او انسحبوا. لو حاولوا بالانسحاب، ولا حتى مع الامريكان، لانهم موقفهم ما كانش ودود وكان شبه عدائي لما انسحبوا قبل الانتخاب بيومين. وايضا الرئيس دونالد ترامب عندما حدثه الرئيس الفرنسي في الامم المتحده الاخيره على ان امريكا تدعم المرشحه الفرنسيه، وافقه فورا ووعده فورا دون انه يناقش ان في مرشحه مصريه، او انه يعني موقفه مننا في هذه المعركه لم يكن ودودا. يعني انا حتى ممكن انظر للافارقه باشفاق، لان كتير منهم خدوا فلوس من قطر، انما الموقف الامريكي بالنسبه لي انا يعني ما احبش ناخد موقف يجعلنا صفا واحدا مع طرفين، واحد عدو والتاني غير ودود. حضرتك بتقول يعني ممكن تتفهم ظروف مندوبي الدول الأفريقية اللي أخذوا فلوس، هل مسألة إنه قطر دفعت في هذه الانتخابات رشاوى مسألة حضرتك بشكل شخصي كيوسف القعيد متأكد منها؟ لا، ما هو المرشح القطري عندما تحدث عن ماذا سيقدمه للمنظمة، وانت مفروض لما تروح هذه المنظمة يبقى عندك رؤية فكرية وثقافية وسياسية، هتعمل ايه هناك؟ يعني برنامجك ايه؟ فالراجل لم يتكلم الا عن انه مش هيروح بايديه فاضية، وده تعبيره، يعني مش ادعاء مني ولا حاجة، لن يذهب بإيديه فاضية، يعني إيه، هيحل مشاكل المنظمة المالية وهيعمل إذن في نية الدفع بالفلوس، واعتبار الفلوس هي العنوان الأساسي لما يمكن أن يقدمه مندوب قطري في حالة فوزه بهذا المكان. باعتبار انه ما عندوش حاجه غير الفلوس. للأسف، فيعني ما فيش حاجة تاني يقدر ليه هم يقدمها. طب هم بيتباهوا انه يعني على المؤشر العالمي لجوده التعليم هم رقم 9 واحنا رقم 139، يعني هم بيتباهوا بهذا الشيء. معلش، ما هو عندك هنا فكرة الكثافة السكانية، يعني هم أولا أنا يعني ممكن أبقى سعيد من أجل الشعب القطري وليس الحكم القطري لما يبقى هم دولة رقم 9 على مستوى العالم في التعليم، يعني كأشقاء، لأن أهل قطر في النهاية أشقائنا بصرف النظر عن الممارسات المجنونة والمخيفة التي تؤخذ الآن أو تتم الآن في دولة قطر، انما انا بعتبر الشعب القطري اشقائنا، بالتأكيد. وكونهم يبقوا 9 على مستوى العالم واحنا 129 هذا وضع طبيعي. بس انت لا يمكن انك تغرق في الحاضر متناسيا الماضي القديم والقريب، يعني قطعا فيه معطيات كثيره جدا. ايضا اذا اعتبرنا جائزه نوبل مقياس من مقاييس العالم، فاعتقد انه الدوله العربيه الوحيده اللي حصلت عليها 3 مرات مصر، يعني بطرس غالي، نجيب محفوظ، احمد زويل. على الرغم ان احمد زويل معاه الجنسيه الامريكيه، انما هو برضه في النهايه مصري، فالمقارنه هنا غير وارده على الاطلاق. والاخ المرشح القطري لما حب يقدم نفسه في العالم كله لم يجد ما يقوله غير انه متعلم في مصر، يعني نال تعليما مصريا، ولم يجد ما يقدم نفسه به غير معرفته بمفكرين وكتاب وأدباء مصريين خلال مرحلة دراسته في القاهرة. يعني قال أنا شفت الدكتور محمد منظور، شفت الدكتور لويس عوض، وهكذا. يعني تفاخر بما تركته عليه بصمة مصر أو روح مصر عندما أتى للدراسة هنا. فأنا لا تزعجني فكرة أنهم يكونوا نمرة 9 أو حتى نمرة 1، وان انا اكون نمره 129، لان انا خارج من نفق ضخم جدا. واحنا عندما حاربنا في اكتوبر ما كناش بندافع عن نفسنا، احنا كنا بندافع عن التجربه العربيه كلها، ولا قدر الله لو لم ننتصر كان الوضع العربي الان هيبقى عباره عن شظايا في كل مكان. فدي دوله اقليميه كبرى، مصر دوله اقليميه كبرى، دوله دور بتلعب هذا الدور، شئنا أم أبينا وشاء الآخرون أم أبوا هذا. يعني ولكن يعني لغة الفلوس هي لها الكلمة العليا الآن، يعني حتى فيما يتعلق بحصول قطر على حق تنظيم مونديال كأس العالم في 2022. بس هو ده، بس الموضوع ده
يخضع الان لتحقيق دولي. يعني فكره انه لا، انا اقصد حتى يعني المعايير اختلفت الان، يعني طبعا في العالم طبعا يتحدث بلغه المصالح وبلغه الفلوس. طبعا يعني طبعا قطر استطاعت انها تحشد لمرشحها في الاربع جولات وكان متصدر لهذه الدوله. اذا يعني قطر وجدت او تجد الان البيئه المناسبه لكي تتحدث اللغه التي تعلم ان الجميع يعيها ويفهمها بالطريقه التي تناسبها هي. مش الجميع، أن هم أعتقد يعني ناس كتير، لا يعني هم لو أعتقد أن هم لو لديهم يقين أن مصر كان ممكن تاخد فلوس وتسحب مرشحها كانوا عملوا كده. يعني لو لديهم إحساس أو لو أن العلاقات تسمح بطرح مثل هذا الكلام كانوا حاولوا. يعني الفلوس مهمة للغاية مع ناس ما فيش دماغهم فكر، ما عندهمش رؤية، ما عندهمش ميراث ثقافي ولا حضاري، ما بيحطوش الفكره في مواكه القرش. الغرب كله الان فكره الماده شديده الاهميه بالنسبه له. الغرب فكره النفعيه، فكره ما يمكن ان تكسبه، يعني ده موجود في كل الفلسفات اللي موجوده في خلفيه الغرب الان. فممكن يمشي الكلام ده هنا وهناك، لكن الحمد لله ان في مناعه وانه بيتعرف، لانه حتى اللي اتعمل عشان اذاعه مباريات كاس العالم اتعرف وخضع في حاجه. لا انا بس يعني عايز استاذن من حضرتك، السفير محمد العرابي لسه يا دوب نازل من الطياره دلوقتي، جاي من فرنسا، من باريس، جاي من الجهاد الاعظم. بالظبط. مساء الخير معالي السفير. خير يا استاذ عمرو، انت انا فعلا نازل على سلم الطياره اهو، خايف اقع والله على سلم. طب خلي بالك احسن تقع. لا اتفضل حضرتك. مساء الخير يا فندم، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، الله يسلمك. طيب انا بمسي على حضرتك ومعايا الاديب الكبير الاستاذ يوسف القعيد، طبعا معايا ضيف زميله. لا، ده سياده النائب، زميلي العزيز. انت سياده النائب. اهلا يا فندم، اهلا بيك. طيب سعاده السفير، ايه انطباعك بعد ما انتهت هذه المعركه؟ وايه تعليقك على الطرح اللي تطرحه لجنه الثقافه والاعلام بامكانيه الانسحاب من يونسكو؟ لا بص، انا يعني احنا خلاص المعركه انتهت، وزي ما قلنا احنا قاتلنا يعني بشرف وبحكمه، وتقبلنا النتيجه، وده طبيعه يعني سلوك الفرسان. وموضوع بقى الانسحاب من اليونسكو ده في ايد وزاره الخارجيه، هي اللي قرره. لكن هي منظمه الحقيقه في حاله ضعف واحتراق شديد جدا، ولكن الامر منوط بقى بالوزاره الخارجيه، هي اللي تقيم الموضوع. ولكن انا اللي بقوله ان احنا خلاص احنا النتيجه طلعت وتقبلنا هذه النتيجه، ولا داعي بقى للخوض في الممارسات اللي تمت قبل كده وخلافه، وننظر بقى للمستقبل وكيف نتعامل مع هذه المنظمه. طب ما علشان ننظر للمستقبل لازم نستفيد من دروس الماضي، ايه الدرس اللي احنا يعني نستفيد منه سعاده السفير من هذه المعركه؟ الدروس طبعا كثيره. انه اولا هذه المنظمه هي تمثل ضمير العالم، لا يمكن ان احنا نرضخ ونقع تحت طائله ان التصويت يبقى سري. يعني انا حقيقه دي منطق انا مش فاهمه، موضوع التصويت السري. وفي نفس الوقت لازم تكون في يعني شفافيه، اذا كان العالم الغربي كله عمال ينادي ويتشدق في الشفافيه والديمقراطيه، اذا في تصويت في هذه المنظمه لازم تكون التصويت علني وكل الدول المشاركه فيها، ومش بس المجلس التنفيذي، عشان الامور ما تبقاش في ايد فئه واحده هي اللي مسيطره على الامور. لكن احنا في النهايه بنرجو لفرنسا ان هي تنهض بمسؤوليتها. فرنسا دوله لها باع كبير جدا في الثقافه، ويعني احنا متاكدين ان هم هيحافظوا على هذه المنظمه، وهنشوف المستقبل بيحمل ايه والخطوات الجايه. يعني احنا نقيم موقفنا. سعاده السفير، ليه مصر ايدت المرشحه الفرنسيه ولم تؤيد المرشح العربي في الجوله النهائيه؟ لا حضرتك، انت لا يمكن انت تكون انت سياستك بتقول ان قطر دعم الارهاب، وبعدين بتضع في كفه امامها ان قطر تقود ضمير العالم. يعني ده اي منطق سياسي ده حضرتك بنتكلم فيه؟ المنطق السياسي بيقول ان احنا لا، هي دوله داعمه للارهاب ويجب ان نقف وراء هذا الامر الى النهايه، لان العالم كله كان عايز يثبت ان هي مش داعمه للارهاب، وبالتالي كان عايزين يحطوها على قمه هذه المنظمه الرفيعه.
نكاية في من يقول ان هي تدعم الارهاب. هو الموضوع طبعا كان واضح جدا عندما تفاضل ما بين دولة داعمة للارهاب ودولة في صديقة زي فرنسا، من المؤكد ان انت هتصوت لدولة. طبعا يعني انا كان مهم ان انا اسال السؤال ده لان انا سالته كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، ليه احنا بندعم يعني فرنسا وليس قطر؟ لكن دي نقطة. هو كان قطر كان خرج، يعني كان خرج خلاص. نعم. يعني ما طيب احنا كنا حضرتك احنا اعلنا دعمنا فرنسا من قبل الانتخابات. نعم طيب اعتقد انه امر كان مفيد ومهم. طيب الاستاذ يوسف القعيد عايز يطرح على حضرتك سؤال، اتفضل يا استاذ. طبعا سؤالين سؤالين يا زميلي العزيز. السؤال الاول، مصير اليونسكو بعد امريكا ما علقت 500 مليون دولار كانت بتدفعهم للمنظمه كل سنه. الامر الثاني، الامر الثاني ان اللائحه الاولى التي سنت لليونسكو كانت تمنع الترشيح على دولة المقر، يعني ليس من حق دولة المقر أن يرشح منها سكرتير عام للمنظمة. مظبوط. هل ده جرى تغيير؟ هو حضرتك طبعا ده تم تجاوزه، وانا بأيد كلام حضرتك ان المقر المفروض ان هي كمان دوله داعمه العضويه في مجلس الامن، وبالتالي ده هيبقى سيطره كامله على هذه المنظمه وهتبقى في اطار فرنسي. ولكن التجارب في اثناء الرئاسه الفرنسيه على مدى سنوات عديده مضت اثبتت ان كانت بتقدر تدار المنظمه بطريقه فيها حكمه واهتمام بمشاكل الدول الناميه وخلافه، وبالتالي الامور يعني لن تتاثر كثيرا. لكن السؤال الاولاني بتاع امريكا، اولا توقيت غريب جدا جدا ان هو في قضم الانتخابات ان هو يتم الانسحاب، ومش مفهوم الانسحاب ده كان بيدعم مين، هل القطري ولا الفرنسي ولا المصري. وبالتالي احنا يعني كلنا بما فيه من المندوب الامريكي حتى نفسه ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه. وبالتالي انا اعتقد ان ده قرار من ضمن القرارات اللي هي الامريكيه اللي هي يعني بتمارس ببعض البيروقراطيه الغير مدروسه احيانا. ولكن في النهايه المنظمه بتعاني من فقر مالي شديد جدا، لدرجه ان هم كانوا بيفكروا السنه دي ان هم ياخدوا قرض من احد البنوك. وبالتالي هي متعثره، ويعني امورها في منتهى يعني اي مدير جديد انا اشفق عليه لانه هيخش على المنظمه مفلسه مسيسه 100%. السياسه العالميه كلها بتنعكس على خطواتها وعلى اجراءاتها وعلى مشاريعها حتى. وبالتالي هذه المنظمه يجب ان هي فعلا نعيد النظر في عمليه التعامل داخلها واعاده النظر في اللائحه الخاصه بالامور الخاصه بها. واضح ان الشنط وصلت معالي السفير صح؟ انا سامع صوت ايوه سمعت الزماره، وده على فكره انجاز كبير لمطار القاهره. طب انا مش هطول على حضرتك، بس السؤال الاخير يعني خلاص مفيش غيره. الدول الافريقيه المفترض انها كانت تصوت لصالح مصر، ليه لم تفعل ذلك؟ طبعا احنا يعني تساءلنا كثيرا هناك، ولكن برضه السياسه، انا لسه كنت بقول لحضرتك ان المنظمه مسيسه لاقصى درجه، ومصالح الدول مثلا اللي هي الناطقه بالفرنسيه من المؤكد ان هي مع فرنسا. في دول كثيره حتى برضه من الناطقه بالفرنسيه تمسكت بموقفها معانا، ولكن في النهايه الامور لان طبيعه الانتخابات اللي هي كل يوم ديت حضرتك بتخلي الاصوات تجري منك او تتحرك في اتجاهات مختلفه. نعم. ما بتبقاش عارف وهي سريه، ما بتبقاش عارف مين طلع من عندك ومين دخل جديد وهكذا. نعم. فاحنا يعني سؤالك الاولاني اللي هي العبر اللي تطلع من هذه الانتخابات هو ده الاهم، وده اعتقد ان الخارجيه هتقوم بتحليله ووضعه يعني امامها في اتخاذ قرارات قادمه. نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق ومدير حمله دعم السفيره مشيره خطاب في انتخابات يونسكو، والحمد لله على السلامه. انا عندي فكره عايز اقولها. اتفضل. محيراني الفارق او المسافه ما بين قوميه الكره، يعني فكره انه لما فزنا وتقرر نروح مونديال 18 في موسكو حصلت فرحه عربيه شامله. شامله. لا تستطيع اطلاقا مهما كانت المتابعه انك تقول هذا المكان في الوطن العربي كان ضد او ما كانش فرحان مع مصر. حتى مواطنين قطريين
يعني حتى مواطنين قطريين. احنا كل كلامنا على قطر احنا بنقصد الحكومه والنظام. اه طبعا طبعا. لانه اشقائنا في قطر لكن يعني هم لكن انا بشفق عليهم حتى من نظره الناس، الاجيال الجديده دي يعني مساكين. طبعا. لانه حكومتهم ونظامهم خلق ليهم حساسيات مع الشعوب، مع كل محيطهم الاقليمي والعربي. بص، ما فيش مواطن قطري على الاقل في الاجيال القديمه ما خدش حلمه من مصر، حتى المرشح اللي كان داخل ضد مشيرة خطاب فخره كله كان بالفتره اكيد اللي عاش في واحنا مصر. بنحترم هذا المرشح، بنحترم السيد الكواري. وبالعكس اسس النهضه الثقافيه اللي اتعملت في قطر عاملينها مصريين، يعني الدوحه مؤسسها رجاء النقاش، يعني كل العمل الثقافي اللي كان هناك عاملينه المصريين. لكن ارجع لفكرتي، قوميه الكره وعروبه الكره ولا عروبه ولا قوميه الثقافه، لانهم حدثين مرتبطين ببعض، ما تقدرش تعرف ايهما بينتهي امتى وده يبتدي امتى. يعني عايز تطرح سؤال انه لماذا ايد القطريون مثلا، لماذا لا فرح العرب، لماذا العرب كلهم بما فيهم القطريين فرحوا جدا لمصر، لصعود مصر لمونديال روسيا، ولكن لم يكن هناك الموقف العربي الكامل والاصطفاف العربي الكامل مع مشيرة خطاب. لانك لما تقارن مصر باي دوله عربيه اخرى كان لها مرشح، سواء كانت قطر او لبنان، لازم الكل يتراجع عشان مصر، يعني لازم ياخد خطوه للخلف ويقول مصر. طب هم العرب بيقولوا يعني لغايه امتى هنتراجع وناخد خطوه علشان مصر؟ الى الابد. ما هو اصل مصر لن تكف، والله ما في شفونيه في هذا الكلام، اقسم بالله مصر لن تكف عن ان تكون مصر. يعني اذا كانوا هم ضاقوا ذرعا بانه بياخد خطوه عشان مصر، معنى كده ان بيقول لمصر ما تبقيش مصر، لكن مصر ستبقى مصر حتى لو لم يرد جيلنا انه يستمر في تحمل هذا العبء. انا رايي الشخصي انها ستظل هي الدوله الاقليميه العظمى. ستظل مصر هكذا مهما اراد الاخرين ليها ومهما خططوا ليها، لكن مصر هي مصر. نعم. استاذ يوسف، يعني يمكن من ضمن الدروس اللي احنا كنا بنتكلم فيها مع السفير العرابي الان انه ضروره دراسه كل الملف طبعا برمته. طبعا. انا عايز اسال عن مساله ترشيح السفيره مشيرة خطاب، هل كان الامر يتغير لو كان مرشح اخر؟ والله بص، انا عن نفسي فوجئت بدعوه من مكتب المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بانه سيعلن في المتحف المصري ترشيح مصر لمشيرة خطاب لمنصب مدير اليونسكو. الكلام ده من فترة، يعني بس مش فترة طويلة، أو أنا مش فاكر بالظبط التاريخ. وانبسطت أنا من اختيار المتحف المصري لإعلان ده. لكن أنا لما وصلت هناك بصيت على اتنين، يعني نظرت في المكان أبحث عناية عن اتنين، إسماعيل سراج الدين وفاروق حسني. لأنه اي خطوه تتخذ في هذا الملف كان لابد ان تبدا بالاستماع للاثنين دول اصحاب التجربتين المريرتين، علشان تبقى التجربه الثالثه ينطبق عليها المثل الشعب المصري الثالثه ثابته. انا ما اعرفش حقيقه هل هم اتكلموا مع اسماعيل سراج الدين، هل هم اتكلموا مع فاروق حسني. انا اعرف الاثنين اصدقائي وانهم التزموا الصمت التام التام لغايه النهارده، يعني رافضين تماما اي كلام في الاعلام. لكن أنا رأيي الشخصي أن التجربة كان لابد أن تبدأ منهما، يعني الاستماع إلى تجربتهم ودراسة تجربتهم والاستفادة من أي سلبيات ممكن تكون تمت في هذه التجربة. لكن ما أعتقدش أن مصر أثرت، يعني أنا مش عايز أقول الملف ده كلفنا كام ماليا، لأنه أي شيء لا قيمة له قدام المعنى الوطني. إنما أعتقد أن سفر سامح شكري معاه طقم كامل من وزارة الخارجية وبقاؤه هناك طوال فترة الانتخابات، محمد العرابي مسؤول عن الحملة، يعني أعتقد أن مصر، أعتقد أن الرئيس السيسي اتصل برؤساء دول، أنا ما عنديش معلومات دقيقة اتصل بمين ولا ما اتصل بمين، وأن شريف إسماعيل اتصل، وأن وزير الثقافة. أعتقد أن مصر كلها كانت تريد بعد فرحة المونديال. مش كان المفروض وزير الثقافة يكون متواجد في أسنان؟ كان المفروض يكون موجود في باريس، على انا برضو ما اعرفش ليه ما سافرش، يعني ليه تم الاكتفاء بسامح شكري. انما اليونسكو قضية ثقافة بالدرجة الاولى، هي قضية ثقافة وسياسة
ودبلوماسية بثقافة أساسية فيها. وأنا أذكر بعد قيام هذه المنظمة أهم مقالة كتب عنها كان كاتبه طه حسين، دكتور طه حسين، وكان كاتب كلام جميل، وكان كاتب كما لو كانت المنظمة دي اتعملت لينا أو اتعملت من أجلنا، وكان يحلم أن يبقى مقرها مصر، يعني أن تأتي إلى مصر وأن تكون مقرها مصر، لأن وجودها في مصر شديد الأهمية، ولأن مصر هي المكان الوحيد في العالم اللي ممكن يكون فيه مثل هذه المنظمة. أستاذ يوسف، ويمكن حضرتك بتقول دلوقتي أنه كان يجب على أنه الدول العربية زي ما عملت العراق مثلا تنسحب أو تتنازل لمصر، يعني خطوة كانت شديدة الأهمية أنه الصين بما لها من إرث حضاري وتاريخ وثقافة طبعًا انسحبت أمام المرشح المصري، طبعًا بمعنى أنها تنازلت المرشح المصري، دعمت المرشح المصري. شايف الخطوة دي إزاي؟ أنا شايف أنه يعني مش عايز أقول كلام فنانين، أنه اللي حصل في مسألة اليونسكو يكاد يكون كلمة أخيرة في عروبة العرب. يعني إيه؟ مش عارف المسؤول عند جامعة الدول العربية، مش عارف المسؤول عند تراجع فكرة القومية العربية والحس القومي العربي، مش عارف المسؤول عند تراجع الحلم العربي نفسه الذي كان يجمعنا، لأن يجمعنا أكثر بكتير مما يفرقنا، ويربطنا ببعض أكثر بكتير مما يبعدنا عن بعض. ولكن أن يكون هناك أكثر من مرشح عربي، ويحصل تفتيت للأصوات العربية، ويحصل شرذمة بهذا الشكل، ده معيب، خاصة ان هم لهم دولة كبيرة، اخ اكبر اللي هو مصر، ولو اعتقد ان هم جم وتكلموا وقالوا عايزين مرشح واحد وتباحثوا بشفافية حقيقية كان ممكن نصل الى حل يرضي جميع الاطراف. وهل كنت تتوقع يا استاذ يوسف انه يعني حتى لو جاءوا الى جامعة الدول العربية انه قطر كانت ستذعن يعني القرار النهائي للعرب؟ ده مفروض، ده مفروض، لأنه سيبك من مهاترات الحكام الآن، سيبك من أحلامهم المستحيلة، سيبك من أشياء كثيرة، لكن هم في النهاية قطر عربي شقيق، وإحنا قطر عربي كبير، هو أكبر قطر عربي موجود. يعني تعرف إحنا تعدادنا دلوقتي يساوي بقية العرب كلهم، يعني وتعداد حقيقي وجيد، ومش العدد في الليمون زي ما بيقولوا، لا، بشر حقيقيين. فكان يجب أنه الدول العربية كلها تجلس مع بعضها البعض، ده كلام سابق، وتتقدم بمرشح واحد وتقف وراءه بكل ما تملك من قوة، لأنه لو المرشح المصري أصبح هو المرشحة المصرية، ما ده هيبقى للعرب كلهم، لأن مشيرة خطاب قبل أن يقال إنها مصرية يتقال إنها عربية، يتقال إنها عربية، دي مسألة أساسية وجوهرية. لكن المشهد مش حلو، خصوصا ان الحلم العربي والفكرة العربية بتتراجع، تتراجع كثيرا جدا، وانا بشوف لهجات عامية في اقطار عربية شقيقة لا افهم منها شيء، وده مؤسف ومخيف باعتبار اللغة صمام امان. وانا اعتقد لولا القرآن الكريم، لولا القرآن الكريم جايز ما كانش بقى لنا شيء من العربية الفصحى الان. يعني الحلم العربي بيتآكل وبيمر بظروف صعبة، وأرجو من موضوع جامعة الدول العربية أن هو ما يكونش إيه المسمار الأخير في نعشه، يعني أرجو، لأن احنا ليس أمامنا غير أن احنا نتكاتف ده الأوروبيين، وأنت تعلم أكثر مني ماذا يفرق بينهم، اللغة مختلفة، الحضارات مختلفة، العادات مختلفة، وعاملين اتحاد أوروبي وملتزمين بيه التزام غير عادي، وبيحترموه احترام غير عادي. أنت عارف الاتحاد الأوروبي لما تقارنه بجامعة الدول العربية تصاب بذهول، بذهول حقيقي، يعني له ولاية ومرجع أساسي، ومش مجرد مكان يروحوا يجتمعوا فيه ويقولوا كلمتين ويرجع كل واحد لبلده. نرجع ليونسكو، يمكن سؤال الأخير، ماذا لو كان فاز المرشح القطري؟ كنت الصورة كانت هتبقى عاملة ازاي يا أستاذ يوسف؟ والله كانت هتبقى مؤسفة، وكانت يعني أنا قلت لك الشعب شقيقنا، الشعب شقيقنا، لكن هل المرشح ده كان هيمثل الشعب ولا هيمثل الحكام؟ كان هيمثل الحكام اكيد يعني، ودول ناس بيتصرفوا كما لو كان بينهم وبين مصر ارث، او بينهم وبين مصر مشكله، فكانت هتبقى مؤلمه، خصوصا بعد المونديال، لانك
اكيد انت عارف زيي ويمكن اكتر مني حجم الفرح المصري اللي اثبت للانسان ايام المونديال ان احنا محتاجين نفرح، ان هذا الوطن كان يحتاج ان يبتسم، وكان يحتاج ان ياخذ راحه من همومه ومن مشاكله ومن متاعبه ومن معارك كل يوم اللي بيخوضها. فطبعا كان هيكتمل الامر لو مشير خطاب فازت، خاصه انه في اكتوبر، يعني انه في اكتوبر والمونديال كان في اكتوبر، يعني ايه كان هيدينا كده دفعه كما لو كنا بنستعيد 73 تاني بشكل اخر، مره في الرياضه ومره في الثقافه. لكن نجاح المرشح القطري كان امام الاجيال الجديده عامل صدمه هائله، لانها بتحط المبدا في مواجهه الدولار. انا ما اعرفش فلوس هدفعها باي عمله يعني، انما او الفرنك الفرنسي. لا يعني ما فيش فرنك فرنسي دلوقتي، ها؟ في يورو، في اليورو بتاع اوروبا كلها. المهم يعني فدي بتضع الفكره والحلم والثقافه والدور والتاريخ في مواجهه حقائب الفلوس. يعني دي مساله بالغه الخطوره امام الاجيال الجديده. يقول لك لما تيجي انت تقول له قيم في اي مرحله من مراحل تعليمه او حتى بعد ما يخلص، بينه وبين نفسه حتى لو لم يجر يقول لك في وشك، هيقول بينه وبين نفسه مع حقائب قطر خدت كل حاجه. فالقرش هو الاساس جدا، وهو الذي يجب ان احنا يعني ايه نركع له. فكويس الحمد لله ان يعني احنا في وضع نصف خساره، لكن افضل بكتير من خساره تامه. ان شاء الله. انا برضو خايف، معلش لازم اقول كده، نجاح انا عمري ما كنت ضد الساميه، وعمري ما اتكلمت عن الاديان اطلاقا، لانها علاقه بين الانسان وربه. لكن السكرتير العام او الامين العام الجديد اللي هي مديره اليونسكو، ها؟ مديره اليونسكو القادمه، ارجو الا تجور على دور اليونسكو في دعم القضيه الفلسطينيه. ارجو الا يعني اليونسكو كان هو المنظمه الوحيده في كل منظمات الامم المتحده اللي كان مصطف اصطفاف حقيقي مع الفلسطينيين. وانت عارف ان معركه الامريكان معاهم بسبب دفاعهم عن فلسطين وعن ملامح فلسطين وعن يعني فارجو ان الاخت اللي جت، انا مش هقول ابدا ديانتها ايه، انما ارجو ان هي تحافظ اناشدها. لا ما في، خلينا نتكلم بصراحه، في يهود كتير جدا داعمين للقضيه الفلسطينيه جدا طبعا لا بالعكس، ده افضل ما كتب عن القضيه الفلسطينيه كتبوه مفكرين يهود، نعم شومسكي، لا يعني في ناس كتبت وغيره. في بالعكس ادوارد سعيد قال لي ان صداقاته الحقيقيه في الولايات المتحده الامريكيه مع يهود. وبالعكس تعلم العزف الموسيقي عشان يعزف مع واحد يهودي على المسرح في مباراة احنا لم نهتم بها. لا بالعكس، انا مش ضد اليهودية على الاطلاق، بس انا ضد الصهيونية وضد العدو الاسرائيلي بممارساته. ارجو من السكرتير العام الجديد، هذه السيدة اللي هي اصولها عربية من المغرب، ان هي يعني لا تحاول ان تحارب الدعم اليونسكو للقضية الفلسطينية. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الشيق، الأديب الكبير والكاتب الأستاذ يوسف القعيد وعضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب. بعد الفاصل، ماذا يفعل قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية؟ هل يرد على شكاوى المواطنين في هذا الشأن، خاصة الشكاوى المقدمة ضد الضباط بسبب سوء المعاملة؟ خليكم معنا بعد الفاصل بإذن الله.